السلام عليكم يا دكاترة، معاكم مها رأفت. النهاردة بإذن الله هنبدأ محاضرتنا اللي هي بتتكلم عن الثيرابيوتيك نيوتريشن، ودي المحاضرة رقم 4 عندكم في الكوميونيتي في مديول النيوتريشن. كنا خدنا أول حاجة أو البارت بتاعها الأولاني، خدناه قبل كده يعني، وده بارت 2 تمام. هي المحاضرة عنوان واحد اللي هو ثيرابيوتيك نيوتريشن، بس هي متقسمة على محاضرتين بس هو نفس العنوان يعني تمام. طيب نبدأ بسم الله. المحاضرة اللي فاتت او في المحاضرة الثالثة خدنا كام بوينت كده من البوينتس اللي عندنا النهاردة، وبإذن الله هنكمل في المحاضرة دي. طيب البوينتس اللي خدناها المرة اللي فاتت، خدنا تعريف الثيرابيوتيك نيوتريشن، خدنا كمان الجولز بتاعتها، وعرفنا النيوتريشن كير جايد لاينز الجرد اللي هو جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديسيز، وكمان البيبتيك ألسر والكونستيبيشن والدايريا، وكمان اخر حاجه عرفناها هي النيوتريشن كير جايد لاينز للاريتابل باول سيندروم. طيب هنكمل بقى النهارده، هناخد النيوتريشنال او النيوتريشن كير جايد لاينز للكانسر والديابيتس اللي هو السكر والهايبرتنشن، مرضى الضغط وكروناري هارت ديسيز تمام، واخر حاجه ناخدها اللي هو الكرونيك هيباتيك بيشنتس تمام. طيب وفي حاجه كمان بقى هي جديده عليكم السنه دي، احنا ما خدناهاش يعني على ايامنا ولا بتوع السنه اللي فاتت خدوها، يعني هي حاجه اسمها الفيجيتيريان دايت تمام. الموضوع بسيط يعني وسهل. طيب نبدا بقى، اول حاجه معانا هي النيوتريشنال كير جايد لاينز في حاله الكانسر، او ايه هو النيوتريشنال سبورت في حاله الكانسر. دلوقتي شخص عنده كانسر، انا اعمل له نيوتريشن سبورت ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان بجانب الكيموثيرابي لازم طبعا مريض الكانسر ده يبقى حريص جدا في الاكل اللي هو بياكله، لان اصلا معروف ان في اكلات كتير جدا احنا بناكلها بتعمل اصلا كانسر، زي مثلا يقولك ما تاكلش مشويات كتير عشان المشويات دي بتعمل كانسر، مش عارفه ما تشربش او ما تاكلش حاجه فيها مواد حافظه وكده، لان كل الحاجات دي عرضه ان هي تجيب لك كانسر. فطبعا ما ينفعش مريض الكانسر اكتب له بقى تريتمنت واعمل له كيموثيرابي والجو ده وخلاص، لا لازم الدكتور يبقى حريص جدا في موضوع الدايت بتاعه او الاكل بتاعه، يكتب له اكل معين يمشي عليه، واكل طبعا يمنعه تماما عشان خاطر الاكل ده لو كان منه حالته طبعا هتسوء جدا، ومش بعيد الموضوع يوصل للدس تمام. طيب دلوقتي الحاجات اللي انا يعني هكتبها له بالنسبه للاكل وكده بنسميه حاجه كيمو بريفنشن، يعني ازاي امنع الكانسر بالاكل ده. طيب هي عباره عن ايه الكيمو بريفنشن دي؟ هو عباره عن شويه عناصر كده انا بديها، عناصر غذائيه بديها للشخص ده عشان خاطر اقلل الريكس اقلل الريسك او اخر على الاقل ديفلوبمنت او ريكيرنس اوف كانسر. يعني انا بدي شويه عناصر غذائيه كده يا اما بتقلل الريسك بتاع الكانسر او بتاخر التطور بتاعه. يعني طبعا عارفين الكانسر في مرحله تطور مستمر، فالحاجات دي بتقلل التطور بتاعه او بتاخره تمام. طيب ايه بقى الاكزامبلز بتاع البروتكتيف فود اللي انا بديها له دي؟ اول حاجه طبعا لازم شخص عنده كانسر يبقى داخل جسمه فيتامينز كتير جدا، ومن ضمن الفيتامينز دي زي فيتامين دي والكالسيوم تمام، دول مهمين جدا لمريض الكانسر تمام. الكوفي والتي، القهوة والشاي. القهوة والشاي دكاترة ياخدهم مريض الكانسر، ياخدهم مريض الكانسر ليه؟ لان القهوة والشاي فيهم حاجة اسمها انتي اوكسيدنس، والانتي اوكسيدنس دي بتساعد ان هي تقلل الخطورة او تقلل الريسك بتاع الكانسر خلاص. طيب الفوليك اسيد، الفوليك اسيد برضو كذلك تمام، بيبقى مفضل جدا لمريض الكانسر ان هو ياكل اكل كتير فيه فوليك اسيد، والفروت والفيجيتابلز كمان برضو بيبقى فيهم انتي اوكسيدنتس وكده، فبرضو دول كويسين لمريض الكانسر. واخر حاجه معانا اللي هي الصويا تمام، الصويا ده برضو مهم جدا لمرضى الكانسر خصوصا الستات، يعني هو بيظبط شويه هرمونز كده في الستات اللي هم خاصة عندهم اللي هو كانسر بريست اللي هو سرطان الثدي تمام. فالصويا ده مهم جدا وعنصر مهم جدا ان هو يعالج كانسر وخصوصا في الستات تمام. طيب دي بالنسبة للحاجات اللي انا هستخدمها مع مريض الكانسر اللي هو فيتامين دي وكالسيوم. الكوفي والتي برضو مهم جدا، ابقى كده على الحاجات اللي انت حاسس ان هي مش تمام، يعني مثلا انت ممكن تقول الكوفي والتي لا مش هستخدمهم مع مريض الكانسر، لا هم حلوين جدا مفيدين مع مرضى الكانسر، فانت الحاجات دي ركزوا عليها يعني.
الفوليك اسيد والفروتس والفيجيتابلز، واخر حاجة اللي هو الصويا. طيب دي صورة برضو بتوضح الحاجات اللي هي الاكل اللي هو بيقلل الكانسر، هو جايب لك يعني بيقولك كيل كانسر، الحاجات اللي بتقلله يعني. خلاص الخضروات بقى والحاجات زي الثوم مثلا، البروكلي وكل الحاجات دي برضو بتساعد ان هي تقلل من خطورة الكانسر، وكمان بتقوي المناعة، بتقوي مناعة الشخص عشان يقدر يهاجم الكانسر ده. تمام برضو دي صورة بتوضح الحاجات اللي هي خطيرة او ما ينفعش الشخص يستخدمها في حالة الكانسر، مثلا زي الحاجات اللي هي الفرنش فرايز مثلا، البطاطس اللي هي المتحمرة دي في الزيت، ما ينفعش اي اكل اي حاجة فيها او فيها زيت يعني او فات كتير. مثلا الشيبسي برضو ما ينفعش ياكله، اي حاجة مشوية على الفحم ما ينفعش ياكلها طبعا، لان الفحم عارفين ان هو بيبقى فيه توكسيكس كتير او توكسينز كتير، بتبقى معرضة الشخص ان هو يجيله كانسر وكده. اي برضو فاست فودز برضو ما ينفعش شخص ياكلها، لا سواء عنده كانسر او سواء ما عندوش، لان الحاجات دي برضو بتخلي الشخص عرضة ان هو يجيله كانسر. تمام طيب ايه الحاجات بقى اللي الشخص لازم ياكلها؟ بقى الخضروات بقى، اي خضروات بقى مفيدة ليه، والفواكه، وياكل فيتامينز كتير خصوصا فيتامين دي، وفوليك اسيد، وشاي وقهوة، اهم حاجة شاي وقهوة برضو ما نساهمش. والحاجات دي كلها بإذن الله هتساعد ان هي تقلل خطورة المرض. طيب ايه بقى حاجة اسمها الميديكال نيوتريشن ثيرابي؟ الدكتور بقى هيتابع معاه النيوتريشن ثيرابي ده، خلاص والحاجات برضو هيديله شوية حاجات كده تزود الطاقة بتاعته. تمام طيب هو محتاج يزود الطاقة بتاعته ليه؟ عشان خاطر برضو ممكن شخص او مريض الكانسر ده يبقى عنده امراض تانية مع الكانسر، فلازم برضو ندعم الشخص ده او نعالج الامراض التانية دي، بحيث ان هو شخص يخف بسرعة مثلا. وكمان بكتب له الادوية المناسبة اللي هي التايب اوف تريتمنت المناسب، وكمان اديله انتي كانسر ثيرابيز بقى، الادوية اللي هي بتعالج الكانسر. ولو الشخص عنده فيفر او انفكشن برضو لازم اعالجها. تمام لازم اعالجها كويس، لازم الدكتور ياخد باله من كل الحاجات دي. من ضمن بقى الحاجات اللي هي بتدي للشخص انرجي مثلا او بتدي له طاقة كده، خصوصا في حالة الايه يعني في حالة المرض بقى، لو هو عنده مرض مع الكانسر ده، مرض تاني مثلا سكر او اي حاجة، لازم طبعا اسبورت الشخص ده او ادعمه باي اكل فيه بروتينز كتير. البروتينز مهمة جدا وعامل مهم جدا لمريض الكانسر او اي مريض عموما، البروتينات مهمة جدا، هناخدها برضو بالتفصيل قدام لما نيجي ناخد الفيجيتيريان دايت. وكمان يزود الفلويدز برضو حلوة جدا للجسم، والفيتامينز برضو والمينرالز اللي هي المعادن، كل الحاجات دي عشان خاطر تديله انرجي. تمام طيب ده بالنسبة للميديكال نيوتريشن ثيرابي لو الشخص ده عنده مرض مثلا مع الكانسر، او يعني مثلا عنده فيفر او انفكشن، لازم ايه لازم ادعمه بكل الحاجات اللي هي تديله انرجي ان هو يقدر يقاوم كل الامراض دي. تمام طيب ده بالنسبة للكانسر. نيجي بقى لتاني حاجة معانا اللي هي الحاجات اللي بنستخدمها او الدايت فور دايابيتس. خلاص لو مريض سكر بقى، اغلبنا اكيد عارف الكلام ده، لان للاسف الشديد السكر منتشر جدا، ومفيش حد في مصر يعني او مفيش بيت في مصر ما عندوش حد عنده سكر، يعني سواء بقى باباك او مامتك او ربنا يحفظهم يعني اللي هم ما عندهمش، بس اكيد حد قريبك في العيله مثلا هيبقى عنده سكر. تمام طيب الدايابيتس بقى ايه الاكل اللي لازم نمنعه خالص في حالة الدايابيتس، والاكل اللي احنا نركز عليه؟ الدايابيتس معروفة من اسمه سكر او مرض السكري، تمام، ومن اسمه ان هو زيادة السكر او زيادة الجلوكوز في الدم. خلاص الجلوكوز معروف ان هو بيبقى ليه نسبة معينة في الدم، لما النسبة دي تزيد فبيعمل مرض اللي هو الدايابيتس. طب ايه بقى الاكل اللي انا همنعه خالص؟ معروف احنا يعني السكر زيادة في السكر، خلاص فطبيعي هقلل السكر، تمام، فهقلل السكروز. تمام السكروز كونتيننج فود ممنوعة جدا، ودي حاجة بديهية خالص. طب ايه الحاجات اللي هقللها تاني؟ طبعا الدهون الساتوريتد فاتس اللي هي دهون مشبعه، والحاجات والترانس فاتس، كل الحاجات دي اي حاجه فيها دهون عموما لازم اقللها. طبعا مريض السكر ما ياكلش اي حاجه فيها دهون، وكمان نقلل نسبه السمنه بقى والزيوت وكل الحاجات دي في الاكل، لان الحاجات دي طبعا بتعقد الموضوع اكتر. خلاص طيب كمان الصوديوم
الصوديوم برضو اللي هو الصوديوم معروف ان هو بيعمل هايبرتنشن. وصوديوم موجود في ايه؟ موجود في الملح، تمام، زي ما احنا عارفين ان الصوديوم بيبقى موجود في الملح. فمريض السكر برضو لازم ياكل اكل مفهوش ملح كتير، خلاص، او اي حاجة فيها صوديوم لازم اقللها، لان الصوديوم بيعمل حاجة اسمها هايبرتنشن، يعني بيرفع ضغط الشخص ده، وما ينفعش مريض سكر ضغطه يعلى، يعني ما ينفعش تماما، او لازم نحرص جدا من الناحية دي، لان مريض السكر لو ضغطه عالي، الضغط العالي اصلا مع السكر الاثنين مع بعض ممكن يعملوا كاردياك ديسيز، او يعملوا مشاكل في القلب، او كارديو فاسكولار ديسيز. فاحنا مش عايزين، هو شخص عنده سكر، مش عايزين نوصله لمرحلة ان هو ايه، ان هو يجيله كارديو فاسكولار ديسيز، خلاص. طيب كمان السموكينج ما ينفعش برضو مع مريض السكر، ما ينفعش شخص يكون عنده سكر وبيدخن، خلاص. وحاجات تانية برضو احنا عارفينها، ان مريض السكر ما ينفعش ياكل نشويات كتير، عيش بقى كتير وكده، لا، بيقلل نسبة النشويات وكده، او الكربوهيدرات اللي هي الحاجات اللي بيبقى فيها كربوهيدرات كتير بيقللها. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنمنعها، خلاص. طيب ايه الحاجات بقى اللي هو مسموح ان هو ياكلها؟ ياكل كربوهيدرات بس، يخلي المصدر بتاع الكربوهيدرات بتاعه يكون في الفواكه والخضروات، تمام. يعني ما يعتمدش بقى بشكل اساسي على الحاجات اللي هي مليانه كربوهيدرات زي العيش بقى والحاجات التانية اللي هي فيها كربوهيدرات كتير، لا، هو يستخدمها بس يكتر من الايه، من الكربوهيدرات الموجوده في الفواكه والخضروات. وكمان بقى الول جرينز، تمام، اللي هي الحبوب وهكذا، والليجومز اللي هي البقوليات، ولو فات ميلك، تمام. هو ممكن يشرب لبن، بس لو جاب لك مثلا سؤال يقول لك ان هو يشرب لبن وميلك مثلا ولو فات ميلك، فانا طبعا اختار اللو فات ميلك، لان اللبن لازم يكون خالي الدسم، خلاص، ما يبقاش فيه فاتس كتير، لان احنا طبعا عارفين اللبن بطبيعته بيبقى فيه فاتس كتير جدا. فانا لازم عارفه ان ده مريض سكر ما ياكلش فاتس كتير، فاديله لبن خالي الدسم لو هو عايز يشرب، خلاص. طيب كمان ياكل فايبرز كتير، وخاصة السولابل فايبرز، تمام. طيب الفيش بقى، احنا قلنا الفايبرز دي في كذا حاجة، يعني الفيش برضو، السمك يا جماعة مهم جدا ومفيد جدا في مرضى السكر، لانه بيتهضم كمان بسرعة، وفي نفس الوقت يعني مفيد جدا لمرضى السكر يعني. ولازم ياكل سمك على الاقل مرتين في الاسبوع، يعني حاجة بسيطة جدا، يعني مرتين في الاسبوع ده برضو مش نسبة او كمية كبيرة، وهيفرقوا معاه جدا، يعني هيتحسن بسرعة، تمام، وهيحافظ على نسبة السكر بتاعته، يعني تكون نسبة حلوة يعني، خلاص. في حاجة كمان برضو الشخص لازم يتبعها، اللي هو low glycemic index foods. low glycemic index يعني ايه بقى؟ low glycemic index يعني ايه اصلا؟ glycemic index ده glycemic index برضو لما جوهم كده يشوفوا ايه الاكلات اللي بتزود السكر او بتزود نسبة السكر او فيها جلوكوز كتير، وايه الاكلات اللي اقل في نسبة الجلوكوز، فقسموها لكذا، يعني كذا أكلة كده، وقالوا ان دي فيها جلوكوز كتير، وكذا أكلة قالوا دي الجلوكوز فيها يعني نسبته ميديوم كده، وفي أكلات بيبقى جلوكوز فيها لا قليل خالص، تمام. فاحنا بنتبع اللو جلايسيميك اندكس فودز، الحاجات اللي هي الايه، السكر او الجلوكوز فيها اقل، فسميناها جلايسيميك اندكس، تمام. زي مثلا الحاجات اللي هي هاي جلايسيميك اندكس، مثلا النشويات بقى اللي هي كربوهيدرات الموجوده في الرز بقى والبطاطس، الدوناتس، الكوكاكولا بيبقى فيها نسبه سكر عاليه جدا جدا، كمان الكورن اللي هو الذره بيبقى فيه برضو نسبه كربوهيدرات عاليه، فده هاي جلايسيميك اندكس، مش يفضل خالص لمرضى السكر. الميديوم جلايسيميك اندكس اللي هي اقل شويه، زي مثلا النشويات اللي موجوده في المكرونه، طبعا المكرونه اللي الكربوهيدرات اللي فيها اقل من السكر، اقل من، سوري، اقل من الرز، فاقل منها، فتبقى ميديوم. كمان الايس كريم والفواكه برضو اللي فيها سكريات، برضو زي المانجا والاناناس وكل الحاجات دي بقى فيها ميديوم جلايسيميك فود، برضو مش يفضل قوي مع مرضى السكر، بس ممكن ياكل منها كميات قليله، خلاص. طيب اللو جلايسيميك فود، اللو جلايسيميك فود بقى، وده اللي يفضل في حاله مرضى السكر، مثلا زي الفواكه زي الموز، الموز ما بيبقاش فيه سكر كتير، والتفاح برضو كذلك، الخضروات مثلا زي الطماطم، الشاي الاخضر برضو، تمام، اللي هو low fat milk برضو، اللي هو ايه، اللي هو اللبن خالي الدسم، برضو ده بيبقى فيه low glycemic ايه
اندكس، فانا بحب استخدمه مع مرضى السكر او ينصح بيه مرضى السكر. تمام. طيب ده بالنسبه للجلايسيميك اندكس. في حاجه كمان مريض السكر المفروض يتبعها، الحاجة اللي هو مريض السكر المفروض يتبعها دي حاجة اسمها الهيلثي بليت. الهيلثي بليت ده يعني اي مريض سكر لازم يزود طبعا من نسبة الخضروات كتير ويقلل النشويات، وبرضه يزود نسبة البروتينز، وخاصة البروتينز اللي موجودة في اللحوم البيضاء اللي هي زي مثلا الاسماك والفراخ، ما يزودش برضو من البروتينز اللي موجودة في اللحمة، لان برضو اللحمة بتبقى هضمها صعب شوية، اللي هي اللحمة الحمراء اللي هي الايه الريد ميت، يقلل منها. خلاص. طيب دلوقتي ادي الهيلث بليت بتاعنا. لازم بيقولك ان احنا بنقسم الطبق ايه، بنقسمه كده وكده، يعني ايه بنقسمه نص، ده نص اهو شايفين، ده نص وربع وربع. خلاص. يبقى النص التاني بنقسمه ربعين، والنص ده بيبقى نص لوحده كده. خلاص. طيب بنقسمه ليه كده؟ قالك ان النص الكبير ده نص الطبق لوحده بيبقى لازم نملاه خضروات، يعني الشخص اللي هو مريض السكر يبقى عنده نص الطبق بتاعه يبقى كله خضروات، اي نوع بقى من الخضروات بحطها له. تمام. جنب الاكل كده. خلاص. طيب النص التاني بقى بقسمه ايه؟ بقسمه ربعين، ربع منهم بيبقى حاجه فيها كربوهيدرات او بيبقى فيها نشا مثلا زي المكرونه، يعني ربع الطبق بيبقى فيه مثلا اي حاجه فيها كربوهيدرات او نشا زي المكرونه، الربع التاني بقى اي حاجه بيبقى فيها بروتينز زي الفراخ او مثلا السمك، الحاجات دي يعني. خلاص. يبقى دلوقتي عرفنا الهيلثي بليت بيبقى عباره عن ايه، نص وربع وربع، النص بيبقى او النصيب الاكبر بيبقى الخضروات، والربعين ربع بيبقى فيه نشا او كربوهيدرات، والربع التاني بيبقى فيه بروتينز. تمام. بجانب طبعا هو لازم يشرب ميه كتير وكده. خلاص. ده بالنسبه للهيلثي بليت اللي يفضل في مرضى السكر. خلاص. او في اي يعني اي شخص اصلا المفروض ياكل كده، يعني الاكل الطبيعي حتى لو هو مش مريض سكر مفيد جدا ان هو يكتر من نسبة الخضروات، تبقى اكتر او اكبر من نسبة بقى النشويات والبروتينز وكده. خلاص. طيب نيجي بقى اللي برضو النيوتريشنال كير جايد لاينز للهايبرتنشن. الهايبرتنشن اللي هو لسه قايلين عليه دلوقتي برضو في الدايبيتس، اللي هو ارتفاع الضغط، الضغط العالي، زي ما قلنا برضو ان ما ينفعش شخص عنده دايبيتس وكمان الضغط يبقى عالي، فده بيعمل مشاكل، بيعمل كارديو فاسكولار ديزيز. فاحنا برضو عايزين نعرف ايه هي النيوتريشنال كير جايد لاينز للهايبرتنشن ده. وقالك ان الهايبرتنشن ده بنستخدم معاه حاجه اسمها داش داش دايت. خلاص. نستخدم مع حاجة اسمها ايه؟ داش دايت. تمام يا دكاترة؟ طيب الداش دايت ده عبارة عن ايه بقى؟ قالك ان الداش دايت لازم طبعا اي مريض مريض ضغط خلاص لازم وزنه بيمثل عامل مهم جدا في يعني في موضوع ان هو يخف من الضغط العالي ده او لا. يعني ما تجيش مثلا مريضة ليك وانت عارف ان ضغطها عالي على طول خلاص، وعالي نسبته عالية جدا وشكل مستمر، وانت شايف ان هي اوبيز او تخينة شوية وتسيبها كده، لا لازم تنصحها ان هي تخس او تتمشي مع دكتورة تغذية او حتى دكتورة ريجيم وتخس. خلاص. لان طبعا يعني وزن الجسم بيمثل عامل مهم جدا في الضغط. تمام. طيب كمان لازم برضو لو الست دي جايه لك مثلا انت شايف ان هي اوبيز او حتى مش اوبيز وبتقولك ان هي قاعده على طول او قاعده 24 ساعه ما بتتحركش من مكانها، يعني هي شخصيه كسوله جدا، فده برضو من ضمن العوامل اللي هي بترفع الضغط، فانت لازم برضو تنصحها ان هي تعمل فيزيكال اكتيفيتي كتير. ده بالنسبه لقبل ايه، قبل ما توصف لها بقى الداش دايت اللي احنا لسه هنقوله ده. يبقى دلوقتي قبل ما توصف لها الداش دايت لازم تنصحها بحاجتين، اول حاجه ان هي تخس، تاني حاجه ان هي تعمل فيزيكال اكتيفيتي كتير او تمارس رياضه كتير حتى لو هي مش تخينه، عشان خاطر الحركه برضو من ضمن الحاجات اللي بتقلل الضغط المرتفع او بتخليه في النسبه بتاعته المظبوطه وبتجري الدم كده في الجسم، فبتقلل بتقلل الهايبرتنشن. تمام. طيب بالنسبه بقى للداش دايت ده برضو دايت بنستخدمه في حاله الهايبرتنشن، ده اختصار لكلمه ايه، dietary approaches to stop hypertension، ده معنى داش. تمام.
طيب نفتكره ازاي؟ نفتكره بالاتش اللي في الاخر دي، اول ما نشوف الاتش نقول دي هايبرتنشن، فده ليه علاقة بايه؟ ليه علاقة بالهايبرتنشن. طيب بالنسبة بقى للدايت ده بيبقى ايه او ايه الكونتنتس بتاعته؟ بيقولك ان الدايت ده بيبقى طبعا قليل او بنقلل في نسبة الفاتس والترانس فاتس زي ما قلنا في الدايبيتس، كمان بيبقى غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، والعناصر دي مهمة جدا، والفايبرز والبروتينز خلاص، وبيبقى قليل في الصوديوم، لان طبعا زي ما احنا عارفين الصوديوم بيبقى بيعلي الضغط او بيعمل هايبرتنشن. كمان منعنا الصوديوم في حالة الدايبيتس برضو عشان ما يعملش هايبرتنشن، هنمنعه برضو في الهايبرتنشن هنا، لان الصوديوم ايه يا دكاترة؟ لان الصوديوم موجود بقى، بيوجود زي ايه؟ موجود في الملح، واحنا عارفين ان الملح بيبقى غني بالصوديوم جدا، فاحنا مش هنحط صوديوم او هننصح مريض اللي هو الهايبرتنشن اللي ضغطه عالي ما يكترش ملح في الاكل، يقلله جدا جدا جدا. خلاص ده بالنسبة للداش دايت، طيب او بالنسبة للهايبرتنشن عموما. طيب الكروناري هارت ديسيز، الكروناري هارت ديسيز اللي هو ايه؟ اللي هو المرض اللي بيصيب الشريان التاجي. الشريان التاجي ده او كوروناري ارتي ده موجود في الهارت يعني، فاحنا عايزين ازاي نعالج شخص او نوصف دايت صحي لشخص عنده كوروناري هارت ديسيز. طيب الاكل اللي لازم امنعه في مريض قلب مثلا عنده مشكله في الهارت، اول حاجه طبعا برضو همنع الفات والساتوريتد فات زي ما قلنا في الدايبيتس، وزي ما قلنا برضو في الهايبرتنشن. كمان همنع الصوديوم لان برضو الايه الصوديوم ملح خلاص، او الصوديوم بيعلي الضغط بيعمل هايبرتنشن، وطبعا عارفين هايبرتنشن بيعمل كارديو فاسكولار ديسيز، فطبعا هقلل الملح. نفس موضوع ايه؟ نفس موضوع الدايبيتس وال وايه دكاتره والهايبرتنشن. طيب الريد ميت برضو طبعا همنعها، والنيوتريانت بور فودز اللي هي ايه؟ اللي هي يعني الاكل او المغذيات او الاكل اللي هو ما فيهوش مغذيات كتير باختصار يعني. تمام طيب زي ايه؟ زي البيفرجز، البيفرجز دي تقريبا اللي هي المشروبات الغازيه اعتقد، وكمان السموكينج. طبعا السموكينج اكيد يا جماعه هيبقى مضر في كله يعني، اكيد لو جالكوا اختيارات وما من ضمنها السموكينج حاجه هتستبعدوها تماما، او مش من ضمن الحاجات اللي هتتلخبطوا فيها. تمام طيب ايه بقى الاكلات اللي انا هركز عليها؟ هركز طبعا برضو على الخضروات، هركز على الفواكه والهول جرين برودكتس، النتس ماشي، والمكسرات يعني، ولو فات ديري برودكتس اللي هي المنتجات الالبان بس اللي هي ايه اللي هي خاليه من الدهون بقى، اللي هي ايه فات فري. لين ميتس اللي هي اللحوم بقى البيضة زي ايه البولتري اللي هو الاسماك. تمام البولتري اللي هي الفراخ خلاص، الفيش اللي هو الاسماك برضو مرتين في الاسبوع. نفس موضوع ايه؟ نفس موضوع الدايبيتس برضو، يعني الاكل اللي انا بمنعه وبسمح بيه في الدايبيتس هو نفسه اللي في الايه في كروناري هارت ديسيز برضو. دي يعني ده جدول كده مش حفظ يعني، مش حفظ عليكم، بس هو بيوضح برضو نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه على الحاجات اللي او الاكلات اللي احنا لازم نكترها والاكلات اللي احنا نمنعها، فممكن تبصوا عليها وتقروه مش شرط تحفظوا كله يعني. طيب عندنا بقى كرونيك هيباتيك بيشنتس اللي هم مرضى الكبد المزمن خلاص، دول بقى بنتبع معاهم ايه؟ تمام لو مريض بقى كبد ايه الاكل اللي بيبقى مسموح لي والاكل اللي هو مش هيبقى مسموح لي؟ طيب اول حاجه طبعا لازم يمنع اي حاجه ممكن تاثر على زي ايه؟ زي مثلا هيباتوتوكسيك سابستنس، زي مثلا الكحول والدراجز. الكحول طبعا زي ما احنا عارفين او اغلبنا عارف ان اي مثلا شخص بياخد او بيشرب الكحول كتير، فاول حاجه بتتضرر هي الليفر بتاعه، لان الليفر يا جماعه عندنا يعتبر الحاجه اللي بتصفي الجسم او مستقبل للسموم اللي موجوده في الجسم، هو بياخد كده الاكل او بياخد اي حاجه انت بتشربها ويصفيها من السموم اللي فيها، وهو فهو يعتبر المصفى اللي موجوده في الجسم. فاحنا برضو لازم نراعي اي حاجه احنا بناكلها عشان خاطر كل السموم اللي بتبقى موجوده في الاكل او في الشرب ده بتروح في الاخر تتخزن في الليفر، فهو الليفر اصلا مخزن للسموم. تمام طيب الهيباتوتوكسيك برضو زي الكحول، والكحول طبعا اللي هو ايه اللي هو يعني شبه الخمور والحاجات دي. تمام
و drugs. drugs برضو يا دكاترة برضو، يعني انا مهم ان انا لما اكون دكتور مثلا لو تخصصت بطنة او كده وجالي مريض هيباتيك او كرونيك هيباتيك ديسيز، لازم انصحه او لازم وانا بديله علاج اراعي ان ما تدلوش علاج الميتابوليزم بتاعته بتحصل في الليفر، يعني تكسيره بيحصل في الليفر. ليه؟ لان طبعا لو العلاج بيتكسر في الليفر فده برضو هيزود نسبة التوكسنز في الليفر، فده برضو هيخلي الموضوع اكثر سوءا. فانا مش عشان اديله علاج عشان يخففه خلاص اقوم اديله علاج، اصلا الميتابوليزم بتاعته بتحصل في الليفر، ده غباء اوفر دوز، يعني غباء اوفر دوز تاني مرة. فانا برضو اراعي ان انا اساله كويس برضو، هل انت بتاخد ادوية معينة؟ انا عارفة ان هو مريض كبد، هل انت بتاخد ادوية معينة المرض تاني مثلا لاي حاجة حتى لو برد مثلا؟ فلو قال لي مثلا شويه ادويه وانا عارف الادويه دي بالميتابوليزم بتاعتها بتحصل في الليفر، اقول له ان هو لا يستوب الادويه دي، يوقفها حالا او يوقفها فورا، ما يكملش عشان خاطر كده حالته مش هتتحسن تماما خلاص. طيب ولو برضو المرض اللي هو بياخد له الادويه دي خطير شويه ولازم ياخد له ادويه وكده، اديله بديل، يعني اديله بدايل بس ما بيحصلهاش ميتابوليزم في الليفر يعني خلاص. طيب كمان الفاتس برضو اقللها جدا، ما ينفعش تعدي نسبة اكتر من 30% خلاص. فدي من ضمن الحاجات اللي انا هتبعها، طبعا الفاتس بقللها في اي حاجة. كمان الفلويد يا دكاترة برضو، يعني انا برضو هنا في بالنسبة للكرونيك هيباتيك ديسيز مثلا بقلل نسبة الفلوز، لان برضو مريض الكبد بيبقى عنده حاجة اسمها اسايتس. اسايتس دي حاجة اسمها استسقاء، اصلا بيبقى الاسايتس ده بيبقى بطن الشخص اللي عنده كبد دايما بتبقى منفوخة كده، بتبقى كبيرة جدا جدا جدا. فكبيرة ليه؟ لان الشخص ده بطنه متعبية كلها فلويد، يعني بطنه كلها فلويد اصلا تمام، فبنسميها اسايتس اللي هو استسقى. مريض الاسايتس ده احنا عشان خاطر نسحب له كمية الفلويد ده بندخله بقى خراطيم مش عارفة ايه، وممكن اصلا حقن او سرنجات كبيرة كده ونسحب كمية الفلويدز الموجودة دي. فانا طبعا ما اجيش يعني ازود الطين بلة زي ما بيقولوا واخليه يشرب فلويدز كتير، لا احنا نقلل نسبة الفلويدز او نعمل لها ريستريكشن عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الاسايتس تمام. طيب هستهلك ايه بقى او هنصحه ان هو ياكل ايه؟ لا ياكل ايه، يكتر ياكل ميلز كتير زي ما هو عايز، بس كل ميل تبقى صغيرة وما بين كل ميل والتانية يعني فترة زمنية برضو محترم، يعني ما ياكلش برضو ما يتقلش في الاكل كله مره واحده، او ما ياكلش ما يفطرش مثلا طول النهار ما اكلش حاجه خالص ويجي على بالليل يقوم بايه واكل لك بقى ايه اكله او وجبه محترمه وجبه كبيره ودسمه جدا، فده طبعا هيبقى لود على الليفر لان الاكل كله هيروح على برضو الليفر، وزي ما احنا عارفين ان الليفر شبه المصفى فبيصفي بقى الاكل، بيصفي الفلويدز اللي بناكلها من اي دهونز مثلا دهونز اي توكسينز او فاتس، يا فظيعه في الانجليزي انا والله. تمام. فهو بيصفي، فطبعا ما ينفعش نزود اللود ده على الليفر لان الليفر كده هيتعب مننا اكتر، هو اصلا الليفر تعبان عند كرونيك هيباتيك ديسيز او كرونيك هيباتيك بيشنت. فما زودش بقى عليه اللود لان هو الكبد بتاعه تعبان، فلازم اريحه خلاص. فاكل ايه؟ وجبات صغيره ما بين كل ميل والتانيه فتره زمنيه برضه عشان ايه الليفر كده ايه ياخد راحته وهو ايه بيصفي الاكل تمام. طيب كمان لازم برضه دي دايت يبقى غني بالطاقه، يعني مأكولات برضه يبقى فيها طاقه كتير خلاص، وفيها مغذيات كتير تمام. طيب الفيتامينز والمينرالز زي ما احنا برضو قلنا في حاجات قبل كده، وبرضو الحاجات اللي فيها طاقة برضو تكون يعني نسبتها على الأقل 20% من الأكل اللي بيتاكل أو من الوجبة اللي بياكلها، والبروتينز برضو من كيلو لكيلو ونص بروتينز خلاص، يا إما دراي بروتينز او appropriate body weight خلاص، يعني تبقى بتمثل من كيلو لكيلو ونص من ايه من البادي ويت، لازم ياكل بروتينز بالحجم ده خلاص. طيب ده بالنسبه للهيباتيك بيشنت او كرونيك هيباتيك بيشنت، ده كان اخر حاجه معانا بالنسبه للنيوتريشنال كير جايد لاينز، نرجع عليهم سريعا كده قبل ما نخش في اللي هو الفيجيتيريان دايت. طيب اول حاجه قلناها في النيوتريشنال كير جايد لاينز معانا
اللي هي كانت الكانسر. خلاص الكانسر عرفنا ان هو لازم اول حاجه ياخد حاجه اسمها كيمو بريفنشن، اللي هي بتمنع الكانسر. هي عباره عن ايجنتس كده بنديها بتقلل الريسك او بتاخر الديفلوبمنت او الريكيرنس بتاع الكانسر. من ضمنها ان احنا بزود فيتامين دي وكالسيوم، والشاي والقهوه برضو حلوين لان هما فيهم انتي اوكسيدنتس، والفوليك اسيد والفروت والفيجيتابلز والصويا. ايه والصويا، تمام. طيب بعدين عندنا الميديكال نيوتريشنال ثيرابي، ان انا برضو بتابع معاه لو هو عنده امراض تانية برضو عالجها، انفلاميشن بقى او فيفر برضو او انفكشن بعالجه، اوصف له العلاج المناسب الانتي كانسر تريتمنت او ثيرابيز. بديله برضو حاجات تزود الطاقة بتاعته، زي او اكلات فيها طاقة زي البروتينز. خلاص كمان الفلويدز برضو مهمة، والفيتامينز والمينرال، اللي هي الفيتامينز والمينرالز برضو مهمين جدا. الدايبيتس برضو همنع، او يعني همنع تماما او هقلل تماما الفاتس وكمان السكروز اللي هي الحاجات اللي فيها سكر ابيض، الصوديوم عشان خاطر ما يعمليش هايبر تنشن ويدخلني في كارديو فاسكولار ديسيز، وكمان السموكينج. الفودز بقى اللي انا بركز عليها كاربوهيدرات اللي هي بتبقى موجوده في الفروتس والفيجيتابلز والور جرينز والليجومز واللو فات ميلك. خلاص الكاربوهيدرات لو قال لك الكاربوهيدرات اللي هي موجوده في الرايز مثلا هو الرز او اي حاجه تانية، لا تبقى غلط، لان ما يعني الكاربوهيدرات دي بتبقى عاليه جدا في الرز والحاجات دي. لا انا بستخدم الكاربوهيدرات اللي هي موجوده عندنا، الفايبرز خاصه السولوبل فايبرز والفيش، والفيش بستخدمه مرتين في الاسبوع، ولو جلايسيميك اندكس فود. وعرفنا يعني ايه جلايسيميك اندكس، وعرفنا برضو تقسيمه الهيلثي بليت، نص خضروات ربع كربوهيدرات وربع ايه بروتينز، ومع ميه او اي مثلا عصير ما فيهوش سكر كتير. الهايبرتنشن بقى بستخدم مع ايه؟ داش دايت. عايزه اعرف افتكر ان الداش دايت ده الايه، افتكر ان هو اخره اتش، اخره اتش، فايه يبقى ده الهايبر هايبرتنشن. تمام. الداش دايت ده قبل ما استخدمه او قبل ما انصح المريض بيه لازم ابقى واخد بالي المريض ده، هل مثلا هي اوبيز؟ ما ينفعش برضه تتبع دايت من لازم تخس الاول. خلاص تخس الاول وبعدين انصحها بقى بالاكل ده. كمان لازم يبقى عندها فيزيكال اكتيفيتي، يعني برضو لو هي بتقول لي ان هي كسوله ما لازم انصحها ان هي تتحرك كتير او تمارس الرياضه، مثلا تروح الجيم عشان خاطر تجري الدم وايه، وفي نفس الوقت تعالج الهايبرتنشن اللي عندها. الدايت دايت ده بتاعنا اللي هو دايتري ابروتشز تو ستوب هايبرتنشن، ده بيبقى طبعا لو ان ساتوريتد فاتس، وبيبقى غني بالبوتاسيوم وكالسيوم مغنيسيوم والفايبرز والبروتين، وطبعا بيبقى قليل في الصوديوم. خلاص طيب كرونري هارت ديسيز ايه الحاجات اللي انا بمنعها؟ طبعا برضو الفاتس زي ما قلنا في الدايبيتس، وقلنا في الهايبر تنشن بمنع الصوديوم برضو زي ما قلنا في الدايبيتس وهايبر تنشن، وريد ميت ونيوتريشنال بور فودز، و السموكينج برضو مضر. الفودز بقى اللي انا بركز عليها الخضروات والفواكه بقى والحبوب وهكذا، والبولتري اللي هي شبه الفراخ وكده، والفيش برضو مرتين في الاسبوع زي ما قلنا في الدايبيتس. طيب ده نفس الموضوع نفس الكلام كرونيك هيباتيك بيشنس، عندنا ان انا بمنع الالكحول برضو والدراجز لان هي فيها توكسنز وكده، والفاتس ما ينفعش تعدي نسبة 30%، والفلويدز كذلك برضو ما زودهاش قوي لان الشخص ده بي عنده اسايتس. وبستهلك ايه او بركز على ايه؟ السمول ميلز من 4 ل 6 بس، كل يعني كل ميل ما بينها فترة معينة، والحاجات اللي هي المأكولات اللي فيها الانرجي والفيتامينز برضو والمينرالز، وكمان البروتينز لازم تبقى نسبتها من كيلو لكيلو ونص من نسبة وزن الجسم. طيب نيجي بقى حاجة جديدة عندكم، حاجة اسمها الفيجيتيريان دايت. طيب يعني ايه بقى فيجيتيريان دايت؟ فيجيتيريان زي ما احنا عارفين جاي من كلمة vegetables او خضروات، دايما بنسمع كده ايه شخص معين يقول لك انا بقيت نباتي، انا مش هاكل، مش باكل لحوم ولا باكل اسماك ولا مش عارفه باكل اي حاجه بيبقى فيها يعني اي حاجه لها علاقه بالانيمالز او كده. تمام. فانت طبعا تبقى دايما عندك فكره كده ان الشخص اللي هو النباتي ده بيبقى مقتصر ان هو بياكل خضروات كتير وما بياكلش لحوم. لا،
في حاجات تانية برضو المفروض يتبعها عشان خاطر لو هو شخص عايز يبقى نباتي لازم يظبط نسب معينة في جسمه او نسب يعني عناصر غذائية معينة في جسمه عشان خاطر يقدر يكمل في النظام ده. فاحنا بقى هنعرف لو شخص عايز يبقى نباتي ايه الحاجات المفروض يتبعها وايه انواع الاشخاص النباتيين، لان برضو هم انواع، وازاي نقدر نفرق ما بينهم وكده. تمام، فاحنا هنتكلم النهارده حاجة اسمها الفيجيتيريان دايت. طيب البوينتس بتاعتنا هم حوالي 6 بوينتس سهلين جدا، ديفينيشنز بس احنا عايزين نعرفها بس وهنفرق ما بينهم وكده المحاضرة تبقى خلصت. طيب اول حاجة معانا حاجة اسمها اللاكتو فيجيتيريانز. تمام، لاكتو فيجيتيريانز خلاص. طيب تاني حاجة الاوفو فيجيتيريانز، وحاجة اسمها اللاكتو اوفو فيجيتيريانز خلاص، وحاجة اسمها الفيجنز اللي هم اصلا النباتيين، وكلير ليكويد دايت، واخر حاجه الفول ليكويد دايت. هنعرف كل حاجه من دي معناها ايه. طيب نيجي لاول حاجه معانا اللي هي اللاكتو فيجيتيريان. ده شخص بياكل خضروات كتير جدا، يعني هو نباتي، ومع ان هو نباتي بياكل او بيركز على الديري برودكتس، لان لاكتو جاي من لاكتوز خلاص، واللاكتوز ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الديري برودكتس اللي هي منتجات الالبان، فهي من اسمها معروفه وحاجه بديهيه جدا. لو جات لك في الامتحان يقول لك الشخص اللي هو بيركز او بي يعني بيقبل ان هو ياكل الديري برودكتس اونلي فمن الانيمال سورسز، فده بنسميه لاكتو فيجيتيريان. طب ليه يا دكاتره احنا قسمنا التقسيمه دي؟ لان معروف ان الشخص النباتي اصلا بيمنع اي منتجات ليها علاقه بالانيمالز او اي منتجات حيوانيه زي الميت او مثلا اللبن، لان برضو الميلك ده برضو جاي من انيمال، وكذلك برضو البيض والحاجات دي بتبقى جايه برضو من انيمال، فهو بيمنعها، فهو بيركز على الخضروات بس. لكن في ناس تانية نباتيين بس يعني بيرضوا بقى بجانب ان هما بياكلوا خضروات بس، عادي ممكن يوافقوا ان هما ياكلوا ايه، منتجات البان، جبن بقى ولبن، ده برضو بيضيفوه ايه، بيضيفوه للدايت بتاعه خلاص. ده بالنسبه لللاكتو فيجيتيريان اللي هما اكسبت اونلي ديري برودكتس خلاص. طيب نيجي لتاني حاجه معانا اللي هي الاوفو فيجيتيريان. اوفو جاي من كلمه ايه، خدت اوفم خدتوها في الباراسايتولوجي، واوفم دي اوفم دي بتساوي بيضه او بيض بيضاوي. تمام، المهم ان هي اج في الاخر يعني خلاص. فاوفو دي ان الشخص ده برضو بيبقى فيجيتيريان بس برضو بيسمح ان هو ياكل بيض. تمام، ياكل بيض عادي مع النظام اللي هو الفيجيتيريان اللي هو متبعه يعني خلاص. طيب لان طبعا الاجز بتبقى غنيه بالبروتين كتير، فدول اكتر الاشخاص المستفادين لانه بياكل خضروات وفواكه وفي نفس الوقت بياكل ايه، بياكل اجز خلاص، فدول اكتر اشخاص مستفيدين، ويعني بيدخل جوه جسمهم عناصر غذائيه كتير جدا لو كلوا بنسب معينه او بنسب معقوله خلاص، لا زودوا قوي ولا قللوا خالص. فدول برضو يعتبروا اكتر الناس اللي هم النباتيين المستفيدين، مش برضو النباتيين اللي هم بيحبكوه على نفسهم ولا ياكلوا بقى ايه، ولا ياكلوا بيض ولا يشربوا لبن ولا اي منتجات البان عشان ليها علاقه بالانيمالز، لا. فدول بقى دول ايه، مستفيدين يعني بياكلوا في نفس الوقت خضروات وفي نفس الوقت ياكلوا معاها ايه، بيض، فالبيض غني بالبروتينز، فالاشخاص دي ما بتبقاش محتاجه لو جالها اي ديسيز ما بتبقاش محتاجه اي دعم، يعني اي دعم للبروتين بس سواء من دواء معين او تركب اي حاجه فيها بروتينز، محلول مثلا فيه بروتين او اي حاجه، فدول يعني بيبقوا اشخاص هيلثي جدا خلاص. ده بالنسبة لإيه، لأوفو فيجيتيريانز، فسهلة. تمام، سهلة إن انتوا تعرفوه. طيب اللاكتو أوفو فيجيتيريان، لاكتو أوفو إيه ده، يعني سهلة برضو بديهيات. لاكتو يعني دول أشخاص نباتيين وفي نفس الوقت بيسمحوا إن هم ياكلوا إيه، ياكلوا بيض وياكلوا أو يشربوا منتجات ألبان زي الجبن برضو والميلك وكده. طيب فهم vegetarians follow food pattern that allows for the consumption of dairy products. تمام، dairy products و eggs في نفس الوقت خلاص يا دكاترة. ده بالنسبة للاكتو اوفو vegetarian. تمام تمام يا دكاترة، ده بالنسبة لإيه، للاكتو اوفو vegetarian اللي هم بيسمحوا نفسهم ياكلوا بيض وفي نفس الوقت يشربوا لبن، برضو القيمة الغذائية بتزيد كل ما ايه، كل ما العناصر الغذائية وخصوصا اللي موجودة البروتينز يعني زادت. تمام، طيب
نيجي بقى للفيجنز. الفيجنز اللي هم بقى ايه، اللي هم النباتيين بقى اللي محبكينها على نفسهم. إيه انتوا دايما لما تيجي كلمة فيجنز في الامتحان افتكروا ايه محبكينها على نفسهم دي، اللي هم ايه، لا ده انا هاكل خضروات بس وفواكه بس، مش هاكل اي حاجة بقى ليها علاقة بالانيمالز، ولا البيض بقى، ولا ديري برودكتس، ولا لحمة، ولا سمك، ولا اي حاجة. تمام، دول ايه عايشين على الخضروات والفواكه، خضروات وفواكه. تمام، طيب طبعا دول نسبة البروتينز او نسبة العناصر الغذائية طبعا بتبقى اقل في جسمهم بكتير جدا، فطبعا لازم يعوضوها يعوضوها بأي طريقة تانية، مثلا زي ان هم ياخدوها بقى في محاليل او في اي حاجة. تمام، عشان خاطر النسب دي توازن في جسمهم. تمام، طيب او ياخدوها في أدوية كبسولات مثلا معينة، فهم لازم يعوضوا النسب دي بأي طريقة. خلاص، طيب الفيجنز بقى بيتبعوا ستريكت فيجيتيريان دايت، يعني محبكينها خلاص زي ما احنا قلنا. طيب و يعني كونسيوم نو انيمال فود، مهمه جدا نو انيمال فود، يعني هما بياكلوش اي حاجه ليها علاقه بالانيمال، لا بقى تقول لي بقى لاكتو، ولا تقول لي اوف يعني لا بيض، ولا منتجات البان. خلاص، طيب فانا لازم برضو اتابعهم كويس كدكتور، مثلا اتابعهم كويس، انا عرفت الشخص ده فيجن، فانا لازم اتابعه كويس واعرف اقيس له دايما باستمرار، اشوف نسبة النيوترينس اللي عنده ونسبة البروتينس اللي دخل الجسم كده، عشان لو قليلة الحقها بتريتمنت بقى او اي حاجة يعوضوا عن النسبة دي. خلاص، طيب يا عم ما تاكل يا عم بتاع لحوم وتشرب البان، انت عايز تموت نفسك؟ مش عارفة ايه الناس دي بجد، يعني ربنا يعافينا. المهم نيجي بقى لحاجة اسمها clear liquid diet. clear liquid diet ده عبارة عن ايه، في clear وفي ايه وفي full liquid diet، هنعرف الفرق ما بينهم، هما حاجتين يعني ليهم علاقة ببعض بس عايزين نعرف الفرق ما بينهم دلوقتي. في اشخاص بيبقى عندها مشكلة في مثلا في البلع، بيبقى عندها مشكلة عاملة عملية معينة، خلاص عملية مثلا في زورها، عملية في بقها مثلا، مش قادرة تمضغ الطعام بشكل مناسب، او الدكتور منعها ان هي تحرك بقها كتير، او تحرك الماسلز بتاع بقها، او اي الماسلز بتاع البلع عموما. خلاص، فالدكتور بينصحهم بحاجة اسمها clear liquid diet. خلاص، طيب clear liquid diet ده هو عبارة عن ايه؟ بيقولك ان هو highly restrictive diet، يعني diet restrictive جدا. الطبيب بقى او الدكتور بيوصف للمريض ان هو ياكل او يشرب الاكل، او ياكل الاكل في صورة سوائل، سوائل fluids، يعني مثلا يضرب اي حاجة في خلاط كمان، ومش بس كده، لا يضربها في الخلاط ويخففها، يعني بحيث ان هي تبقى عاملة زي المية. لو consistency بتاعتها او القوام بتاعها تعدى او تقل عن قوام المية، يبقى كده لا خلاص ما ياكلهاش او يشربها، لان الشخص ده مثلا لو عامل عملية في معدته، عملية خطيرة بقى في معدته وكده، فالمعدة مش هتعرف تهضم لفترة لحد ايه ما الشخص ده يخف من العملية. فالمهم لازم الشخص ده ياكل حاجات في يعني تبقى فلويد، يعني بحيث ان هو لما يجي يبلعها او تنزل الاستومك بتاعته يحصل لها ايه، يحصل لها او يحصل لها اخراج بسرعة. تمام، ما تفضلش موجودة في الايه، ما تفضلش موجودة في الانتستين او في الاستومك بتاعته. تمام، فهيبقى سهل ان هي ايه، سهل ان هي تخرج من جسمه. تمام، فبيتبع حاجة اسمها clear liquid diet، فهي restrictive diet، وكمان بيبقى عنده little nutritive value، يعني النيوتريشن او nutritive value بتاعته بتبقى قليله شويه، لان طبعا الاكل لو بقى ايه، لو بقى فليو كده طبعا النيوتريشن بتاعته بتقل، وبيسبورت الجسم بشويه الكترولايتس برضو زي الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، ده دي الحاجه الفايده الوحيده اللي فيه. طب احنا بنستخدمه في حاله ايه، او بنستخدمه ازاي برضو؟ بنستخدمه يا اما اي في، يعني ممكن اصلا الشخص ما يبلعهوش لو هو عنده مشكله في البلع او كده، ممكن ياخده عن طريق اي في، يعني ياخده في الدم على طول محاليل. برضو انا شفت قريب حد على الفيسبوك وكده كان معلق محلول كده مرسوم عليه فواكه، والله العظيم زي ما بقولوه كده كأنه يعني واخد محلول عصير. فاحنا بنحط النيوتريانس دي او الفلويدز دي في قلب الدم على طول، بحيث ان هو ايه ما يتعبش الاستومك بتاعته، خلاص لانه طبعا عامل عملية فمش محتاج يتعبها. طيب وممكن يشربها عادي،
وطبعا ما ينفعش ياكل اي حاجه، اي حاجه سوليد يعني اي سوليد دايت ما ينفعش ايه ياكله، لان كده هيضر نفسه جامد. طيب ايه بقى الحاجات اللي هو مسموح ان هو يشربها؟ زي الكوفي والتي برضو مسموح ان هو يشربهم طالما ليكويد، وطبعا ليكويد خفيف جدا. الفروت جوس اللي هو مثلا العصاير، وخصوصا ولازم العصاير تبقى مخففه. يعني انا مثلا اجيب، اعرف ازاي مخففه ولا لا، اجيب معلقه واحطها في العصير، لو لقيت المعلقه يعني بعد ما حطيتها وانا بطلعها لقيتها نزل عليها كل العصير، يبقى كده هي مخففه تمام. لو حطيتها ولقيتها يعني لقيت العصير لسه طابع عليها وعامل يعني ما نزلش كله، فده العصير كده يبقى ايه، تقيل. زي مثلا اجيب كوكتيل، كوكتيل طبعا في الكوكتيل اللي هو بيتباع في المحلات ده بيبقى تقيل جدا طبعا، لان هما ما بيضيفوش ميه كتير ليه، فده طبعا بيعتبر من الحاجات التقيله اللي ما ينفعش يشربها الشخص. زي برضو الفرق ما بين الميلك والزبادي، تمام. فانا لازم احاول اخلي الكونسيستنسي يعني تبقى نفس الكونسيستنسي بتاع المايه بالظبط، تمام. كمان مسموح لي ان هو يشرب كربونيتد بيفرج زي اللي هي الكوكاكولا والحاجات دي، عادي ممكن يشربها طالما هي ايه، طالما هي فلويد، وفلويد ايه خفيف جدا يعني، تمام. ده بالنسبه للكلير ليكويد دايت. طيب اهو دي صورة بتوضح كتير ليكويد دايت، الووتر والكوفي خلاص. ممكن برضو ياكل جيلي او بوبسيكلز. البوبسيكلز دي ان هو مثلا ممكن يضرب شوية فواكه كده ويخففها بمية كتير ويعملها في قوالب اللي هي شبه قوالب الايس كريم كده، ويعني كلها بشكل او على هيئة ايس كريم عادي. كمان المشروبات الخفيفة برضو الليمون برضو حلو، واي حاجه برضو ما فيهاش فاتس كتير. الميلك بنمنعه تماما في كلير دايت او كلير ليكويد دايت، بنمنع الميلك، ما ينفعش نشرب ميلك في حاله كلير ليكويد دايت، لان طبعا الميلك بيبقى فيه فاتس كتير. لو هيشرب ميلك لازم يبقى ايه، لازم يبقى لاكتوز فري او فات فري، تمام. طيب يبقى الميلك مش مسموح هنا، بس الميلك عادي مسموح في الفول ليكويد دايت. الفول ليكويد دايت برضو نفس فكرة الكلير ليكويد دايت، لكن هنا بيبقى تقيل شوية، بنسمح ان الفلويد يبقى تقيل شوية او الكونسيستنسي بتاعته تبقى تقيلة شوية. طيب هو ايه برضو بيبقى مصدر للتغذية للناس المريضة برضو اللي عاملة عمليات في معدتها او مش عارفه تبلع كويس. يعني في ناس برضو بتبقى عامله بجانب عمليات في معدتها، بتبقى عامله مثلا عمليه مثلا في الزور، في الاسوفجاس بتاعها، عندها مشكله مثلا في الاسوفجاس فعامله عمليه مش عارفه تبلع كويس، ديسفيجيا برضو مش عارفه تبلع كويس. ديسفيجيا دي اللي هي مشكله في البلع، هتعرفوها بعدين. فلازم برضو الشخص ده لو لما يجي ينزل في الاسوفجاس بتاعه اكل ما يرهقوش وهو بيبلع، فعايز حاجه كده ايه زي ما بيقولوا ايه، تزحلق كده في الاسوفجس، حاجه تنزل على طول من غير ما ايه ما يعمل ايه او يستخدم الماسلز بتاع الاسوفجس بتاعته دي خالص، تمام. طيب زي ايه بقى؟ زي مثلا الاشخاص اللي عملوا سيرجري معينه، اورال سيرجري مثلا، او بلاستيك سيرجري اللي هي عمليات التجميل اللي بتحصل في الوش وفي اي حته دي، تمام. او في النك مثلا برضو بيعملوا عملية تجميل في النك. لو حد مثلا محروق وعايز يعمل عملية تجميل في النك طبعا ما بيبقاش قادر يبلع كويس الا بعد فترة من العملية، فانا بستخدم الفول ليكويد دايت ده خلاص. والبيشنس عندهم اسوفيجيال ستريكتشرز اللي هي مثلا عندهم الاسوفيجس فيه تانيات كده او مسدود، فبيعملوا عمليات فيه يعني وكده. و مانديبولر فراكتشرز مثلا لو شخص عنده او عمل حادثه مثلا وتعرض لمانديبولر فراكتشر، المانديبول اتكسر او حصل فيه فراكتشر، فهيتعمل له عمليه طبعا ما يعرفش يعني، لو هديله اكل عادي مش هيعرف يمضغه لان المانديبول بتاعه معمول فيه عمليه وهيوجعه جامد، كمان ما ينفعش يحرك بقه، فانا هديله فول ليكويد لايت دايت ده. زي ايه بقى؟ زي الميلك، زي الايجز عادي، برضو الخضروات والعصاير، وعادي ممكن تبقى عصاير تقيلة جدا عادي برضو، تمام. طيب يبقى كده احنا خلصنا الفول ليكويد دايت. الفول ليكويد دايت برضو عايزة اقول لكم بيبقى زي ايه بالظبط. مثلا ممكن تجيبوا زبادي على على ايه، على اي حاجة مثلا او اي عصير مثلا او لبن، وتخلطوهم مع بعض في سموزي مثلا خلاص، او ممكن برضو فواكه وبرضو تضربوها في الخلاط مع بعضها كده
ويخففوها بسيط جدا، يعني مش شرط تخففوها قوي خلاص. فأي حاجة فيها بروتينز كتير وتغذي الشخص ده، مش شرط تكون ايه، تكون خفيفة خالص. فالفول ليكويد دايت بنلاقي ان هو فيه نيوتريانس اكتر من الكلير ليكويد دايت، تمام يا دكاترة؟ لانه مش مخفف، مش مخفف قوي للدرجه اللي هي ايه، تمنع او تقلل النيوترينتس اللي فيه. ده بالنسبه للفول ليكويد دايت. طيب نيجي بقى هنحل مع بعض كام سؤال كده بعد ما خلصنا المحاضره بتاعتنا كده. الحمد لله خلصنا المحاضره رقم 4 اللي هي بعنوان الثيرابيوتيك نيوتريشن بارت 2، تمام؟ طيب ايه بقى الاسئله بتاعتنا؟ اول حاجه بيقول لك which of these dietary substance may help to protect against cancer؟ الكحول نو، سولتد ميت برضو لا، انيمال فاتس يعني لا برضو بديهيات، حاجه اسمها فايتو كيميكالز فروم فروتس اند فيجيتابلز ماشي، والبروسيسد ميت اللي هو اللحمه اللي هي بتبقى موجوده بره او مشويه دي بتنفع لا. فانا مش باقي معايا غير رقم دي اللي هو ايه، الفايتو كيميكالز الموجوده في الفروتس والفيجيتابلز، طبعا حلوه جدا لمرضى الكانسر. فيا جماعة الأسئلة بتبقى سهلة خالص وخصوصا في المحاضرة دي وبديهيات جدا، فيعني ما ينفعش حد يغلط فيها الصراحة. طيب برضو بيقولك سؤال which of the following is a risk food of cancer colon، يعني ايه الحاجات اللي ممكن تعرض الشخص لكانسر colon؟ ال whole grains no، ال fruits وال vegetables برضو no، ال food with added preservatives الحاجات اللي هي المأكولات اللي بيضاف ليها اسمها ايه، مواد حافظة، تمام؟ مواد حافظة، فدي تعتبر يعني أصح إجابة، فالمواد الحافظة ممكن تخلي الشخص معرض لكانسر كولون، تمام؟ فالإجابة بتاعتنا هتبقى سي. طيب ال diabetic patient should avoid، ال diabetic patient لازم يمنع ايه؟ ال foods اللي with high glycemic index، ولا non starchy vegetables، ولا soluble dietary fibers، ولا ال whole grains، ولا الفيش. طبعا هي معروفه من اول ما بدانا السؤال هي ايه، الفود ويز هاي جلايسيميك اندكس لازم يقللها. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قلنا ان هو ياكل الفودز اللي هي ويز لو جلايسيميك اندكس مش هاي جلايسيميك اندكس، فسهله. الهايبرتنسيف بيشنتس الاشخاص اللي هي ضغطها عالي benefit from all the following of the following dietary and lifestyle modifications except، بيستفادوا من كل دول ما عدا ايه، including fat free or low fat milk products in diet، صح ما ينفعش ناخدها. طيب reducing total fat intake، ولا consuming generous amounts of fruits vegetables and legumes reducing sodium intake، ولا increasing potassium intake، يعني هما بيستفادوا من كل دول ما عدا ايه. طبعا هما ممكن يستفادوا من اي حاجه من دي ما عدا ان هو يريديوس توتال فات انتيك، يعني هو احنا هنقلل فاتس اوف مريض الهايبرتنشن بس مش هنقلل بشكل يعني بشكل توتال، مفيش اي حاجه اصلا بنقللها توتال خلاص، خصوصا في العناصر الغذائيه، لان برضو الفاتس زي ما ليها اضرار فبرضو نسب بسيطه منها لازم ناخدها، عشان برضو الفاتس ليها اهميه لما بتدي طاقه للجسم، يعني ممكن تتحرق وتدي طاقه للجسم لو مثلا الشخص ده مع يعني ما عندوش ايه بروتين كافي ان هي تدي له طاقه كده، تمام؟ فالفاتس برضو مهمه فمفيش توتال خلاص. فدي الاجابه الغلط. طيب for hypertensive patient الشخص اللي هو ايه ضغطه عالي، which diet is the most suitable، dash diet ولا prad diet؟ dash diet احنا قلنا هنشوف اخر حاجه اللي هي ال h وال h hypertensive، ف dash diet. طيب بيقولك بقى سؤال بقى على ايه، على ال vegetarian diet ده، diet where vegetarians accept only dairy products from animal sources، ده ايه؟ dairy products منتجات ألبان، لاكتوز، لاكتو vegetarian اللي هي بي. طيب ال vegans follow strict vegetarian diet and consume animal foods، دي true ولا false؟ اروها تاني كده، follow strict vegetarian diet لحد كده سليم، consume animal foods هل هم بيستهلكوا ال animal foods؟ no، لو هنا شلنا كلمة واحدة بس باظت الدنيا، يعني انت لو مش مركز او ما قريتش الجملة مركز، وده هنا التريكات بتاع الامتحانات بتبقى سهلة جدا والسؤال سهل جدا وبرضه نقع فيه زي الأغبية، تمام؟ فنقرأ السؤال كويس. هنا بيقول لك ايه، consume animal food هي اصلا كانت موجودة and
consume no animal food. فانا يعني دو شلت نو بس، فالموضوع بسيط، فهتبقى فولس لان هما ما بيستخدموش منتجات، اي منتجات ليها علاقة بالانيمال، خلاص فكده هتبقى فولس. كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا، ربنا معاكم، واتمنى ان تكونوا فهمتوا، والاسئلة برضو حلوة وهتبقى بسيطة جدا بالنسبة للمحاضرة دي، كويسة، وربنا معاكم مرة تانية يعني.